رجعنا لكم صباح الخير صباح الفل للناس الكل اللي خلطت علينا توا. مازلنا معكم نحن في موجة صيف نونسوا فيكم حتى للحداش متاع الصباح. تحية كبيرة للناس الكل اللي قاعدين يسمعوا فينا على الفريكونس نتاعنا ولا على الراديو ميتونيزي.com. وقاعد توا باش نعطيكم فكرة على حالة الطقس متاع اليوم. ميتيو دوك بالنسبة لليوم الخميس 1 سبتمبر 2022، الطقس مغيم جزئيا والسحب تتكاثف تدريجيا بعد الظهر في الوسط الغربي والجنوب مع بعض الأمطار الرعدية. درجات الحرارة في انخفاض طفيف تتراوح القصوى بين 30 و35 درجة في المناطق الساحلية وبين 36 و42 درجة في بقية المناطق. نعطيكم فكرة على درجات الحرارة في بعض الولايات. في ولاية تونس 31 درجة، نابل 30 درجة، في زغوين سوسة والمهدية 31 درجة، في صفاقس 30 درجة، وفي قبلي وتطاوين 34 درجة. هذا حسب المعهد الوطني للرصد الجوي. ولكن هذه فكرة على حالة الطقس لليوم الخميس 1 سبتمبر. نحن راجعين معكم بعد شوية كالعادة نعملوا جولة في أهم الأخبار اللي صارت في بلادنا ونعملوا طلع زيادة على الجرائد متاع اليوم. كاملين بالموزيكا حسين.